مبرك شارك في الطونطو هو طوبيس، وطوبيس الله يوصل الدم. وحد المرة راكبة معانا، راكبة بحال انا راكب هنا، هي الخلف ديالي بحال باغي يبغى تشوفني انا. واحد اللحظة المرة تضرب من الجاجة تلقى ولدها، داولي بيكال، ولدها صغيور، داولي بيكال شي وحدين جايين من الرح، فهمتي الدوار ولكن لا جايين داولي بيكال. وشكون جواد؟ جواد تحرك من البلاك ويشوف ولد ماشي لي بيكال، يشوف فيه الله وطوي زاد مع الدم الدير. نكذب عليكم والله، ما نتوما الحكم طوي زاد ونروك الباب. دو كنت نطرين لابرا ام وكتعين بالبرد، كنت مخشي في الثلج ما بقاش داراني. وديك هذيك الجهد اللي عطاني الله سبحانه وتعالى في الليبرا، طار داك الباب، طار داك الشو، وانا بقى شاد بظهري، ورجلي كالبال الجهه الاخرى. ما بقاش مندي كيفاش نخرج انا، خاصني واحد يشد لي الباب. درت كلشي لراسي، ما حاش ديك الباب بحال وانا ندور. درت اللي عطاني الله سبحانه وتعالى في الليبرا، طار داك الباب، طار داك الشو، وانا بقى شاد بظهري، ورجلي كالبال الجهه الاخرى. ما بقاش مندي كيفاش نخرج انا، خاصني واحد يشد لي الباب. درت كلشي لراسي، ما حاش ديك الباب بحال وانا ندور. درت على الباب وانا نخرج ونتلاح من شي مبقات الاولى. نكذب عليكم ثلاثه مدي لي بيكار تعريش الاول ضرب شو رجع عندي، ولك جوج باقي غادي البيكار. رجع عندي الاول ونهزو نلحشو عليهم، وما يطيحو كاملين، ونهز بيكار وندخل الطوبيس. عشنا بقى طلع بيكار الطوبيس، كلشي يصف، كلشي جواد، اللي ما بغاش يوقف وقف الطوبيس ودار عندي وقال لي شحال حييك بحال هكا. قال لي هذا فهمتي، هذا انجاز درتو في حياتي زعما تنقولو لكم، ودايرو في السي في ديالي الحمد لله.